نيجي بقى للزوجات، تقول لك زوجها فرض عليها، سواء زوجها فرض عليها او هي اللي بتعيش الامر دوت، مش هتعرفي تستمتعي في العلاقه طول ما انت في دماغك الكلام ده. يقول لك ايه، هي تتخيل حاجات محرمه، تحاسب. ما هو انت بتتخيل حاجه حرام، ان دي مش زوجتك، وان دي مش عارفه مين ومين ومين، واي مسمى انا مش هقول علشان ما اكونش بنشر الامر ده، لكن مجرد انك انت تطلب منها شيء زي دوت، ما انت تحاسب على كده. لا طب ما يا عم، ما هي الزوجه موجوده اهو، ليه تجيبوا شخصيات مختلفه؟ ليه تجيب حد من بره زوجتك ولا من بره كذا وتقسموا؟ والله يا جماعه تقسموا. الله، هي وصلنا لكده؟ لا، الاسلام عنده مبدا سد الذرائع، انك انت الامر ده هيجيب بلوى بعد كده، لانها بتبقى فكره فعزيمه فاراده ففعل. والتخيلات الشاذه، التخيلات اللي الاسلام امرنا بسد الذرائع، الاسلام امرنا بكده، ان لو حاجه هتجيب لك مصيبه بعديها فيجي يعمل تخيلات جنسيه محرمه او حاجات معزول لك معها معزوك. ما هي محرمه، ما هي محرمه اصلا، فانت ليه بتعمل حاجه زي كده؟ انت ليه بتعمل حاجه زي كده؟ وبعدين بعد اما يطلب منها امر زي دوت ويتم الامر، يرفض. خلاص المخ اتبرمج ان هو لا يستمتع الا بهذا الشكل وهذه القصه الخياليه الشاذه او مش طبيعيه وضد الفطره. ما هي ضد الفطره، انت بتتخيل واحده خلاف زوجتك يا ابني، وبتطلب انها تعمل نفسها مش عارفه ليه يا ابني كده؟ ما دام الصح، مين اللي قال لكم الكلام ده؟ يقول لك في مواقع لكده. يا لهي يا ربي يتقفلوا، ولهي كل الحرام ده يتقفل، يعني حسبي الله ونعم الوكيل بجد. وبعد ما يحصل الامر ده وتيجي في الاخر تقول لا اصل انا مش مستمتع معاها، ويروح بقى التخيلات دي، لو زوجته ما استجابتش معاه يروح بقى بره ويروح ما اعرفش فين. طب اصل انا مكالمه تليفون بس، واستغفر الله، فعل الحرام، والفعل الحرام فيها يعني فين؟ ربنا شايفكم وسامعكم، الله شايفكم انتوا بتعملوا كده، الله شايفك وانت بتعمل دوت. وكان بدايتها اصل انا كنت عايز ان انا اغير، اصل في برود، برود ايه وبتاع ايه وكلام فاضي ايه؟ والله يقبل الله الا نكون كل الخير في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، وش واي فكره ضد الفطره ما يستمتع بها العبد. فليه كده؟ ليه كده؟ وتبقى وصلت تقول لك خلاص انا وصلت، انا كرهته، انا كرهته، هو يقول لك منع نفسها عني. تقولي ما هو بسبب انه بيقعد يقول لي اعملي كذا وقولي كذا وقولي كذا، فكرهته مش عايزه ترجع. الله، ويرجع وفي الاول وفي الاخر نرجع نقول اصل هي ما انت اللي عملت في نفسك كده، وانت خلاص ما بقيتش قابلها اصلا، انت مع اللي بتقول لك اكتر وبتزود التخيلات معاك وبتعمل التخيلات معاك، وده حرام يا جماعه، ده حرام. ديننا امرنا بسد الذرائع، انا بقول لكم اهو الدين امرك بسد الذرائع، فمن فضلكم من والله اللي بيبعد قيد الملة عن الله سبحانه وتعالى. ديت هتفصل عندي، فمن فضلكم يا جماعة لو سمحتم نرجع للكتاب والسنة، نرجع للكتاب والسنة. الأمر ده وخصوصا الأمر ده بين الزوجين أمر خاص جدا، لا ينفع ان انا اطلعه ده. حتى النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان واحد جامع زوجته وطلع يقول لاصحابه كان شيطان قارع شيطانه، جامع شيطان على قارعه الطريق، والعز والناس ينظرون. دي من الحاجات اللي لازم تستر، ودي الحاجات اللي الفطره هي اللي موجوده، الفطره هي اللي موجوده. لكن استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اسمع كلام فلانه ولا اسمع اصل مش عارفه فلانه قالت ايه، او يحق لك يا بنات إيه خلاص امال هتعملي ايه وهتعملي في نفسك ايه، يلا بقى إيه روحي التخيلات واعملي مع نفسك وحالك. استغفر الله، ليه يا جماعه كده؟ ليه وانت يا ابني تزوجت؟ اقلم دماغك، ان ما في بركه الا في طاعه ربنا واللي النبي عليه السلام قال عليه، سمي الله وتستعيذ، الله والله مسألك خيرا وخير ما جبلت علي، واعوذ بك من شرها شر ما جبلت علي، انا اعوذ بك من همزات شيطان ربي، اعوذ بك رب الرحمن، اعوذ بالله السميع العليم، وسمي وسمي. لكن تعرض زوجتك لحاجه زي كده، وانت تعرضي نفسك لحاجه زي كده، لا هيستمتع. وانا بقولها لك اهو، بقولها لك اهو، لا هتستمتع مع الزوج الله لو اتجوزت 200 مره، طالما انت في دماغك التخيلات الشاذه الوحشه دي. وانت يا ابني، وانت يا ابني الله يصلح حالك، انت يا كل زوج اسمعوني، اوعى تعمل كده مع زوجتك، هتكرهك وهتعمل، وهتيجي فتره حتى لو استجابت لك علشان بتحبك، هتيجي لك فتره وهتبص تلاقي نفسك خلاص هي خلاص كرهت، لان يعني هي الزوجه عايزه تبقى هي بس اللي في دماغك، مش انت عملت تجيب لها تخيلات جنسيه، تخيلات استغفر الله، وحاجات محرمه وحاجات كذا.
أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمكم ويحفظكم ويديم عليكم المودة والرحمة، اللهم أمين.